لقائي مع الإخوان جهة سوس مدينة أكادير، وبهذا المستوى ديال الاستقبال وديال الفرحة اللي أنا سعيد باش إن شاء الله غادي ننسقوا مع الجمعية التنسيقية ديال جهة سوس، وباش نقنوا في هذه الحرفة هذه ونزيدوا من المستوى ديالها. واللي يسعدني بزاف هو المستوى ديال الاستقبال ديال الناس ديال أكادير والجهة، لا من حيث الكرم ولا من ناحية الحفاوة ولا من ناحية الضيافة. فأنا إن شاء الله غادي يكون على الشراكة اللي درنا مع لوف بي تي تي والمدارس الفندقية مع لونسا السلامة الصحية، لأن وقعنا معاهم إن شاء الله باش غادي نأطروا هاد الناس هادو وغادي نسهلوا الأمور معاهم، وكل واحد على حسب المستوى ديالو. فاحنا صغير ولا كبير حنا كنرحبوا بهم، والجميع الممولين والجميع اللي في هاد الحرفة هادي حنا كنقولوا مرحبا بهم بيد مفتوحة وبقلب مفتوح وباب مفتوح إن شاء الله. الحين جمال ممول الحفلات بمدينه اكادير وعلى الصعيد الوطني. اليوم كنت تواجدوا هنايا، عندنا واحد اللقاء تواصلي مع الفيدراليه المغربيه لممولين الحفلات قصد التعريف بالاهداف وبالبرنامج والهيكله ديال المهنه، واللي غادي تكون ان شاء الله اللي غادي تكون هيكله جديده ان شاء الله الرحمن الرحيم. حمزه النوس، نائب رئيس فرع الفيدراليه المغربيه لممولي الحفلات جهه سوس مسا. نحن اليوم بصدد تنظيم لقاء تواصلي تنظمه الفيدراليه المغربيه لممولي الحفلات من اجل النهوض بهذا القطاع وتقنينه، ونحن جد فخورين بتاسيس هذه الفيدراليه وإعطاء إشعاع لهذا القطاع. معكم نعيمة عيني ممولة حفلات. الحمد لله هذه الفيدرالية اللي جات بأهداف كثيرة إن شاء الله، اللي غادي تصلح هذا القطاع ديال التريتور اللي هو مهمش صراحة وضايع، والحمد لله غادي يتقادي ان شاء الله باذن الله، اللي غادي يتقادوا فيه التريتورات وغادي يتقادوا فيه الطباخات، يعني السربايه، كل شيء القطاع، كاع القطاع ديال التريتور ان شاء الله غيكون على ما يرام على ما اظن، مادام كاين فيه حاج رحال فيدرالية ان شاء الله تقنين هذا القطاع، تقادوا لنا الحمد يكون مقاد الحمد لله، ويتقاد الوضعيه ديال التريتور ما يبقاش كما كان. هذا هو مرادنا في هذا الفيدرالية وهذا المجمع، وهذا المجمع الحمد لله بعدا جمعناه بالحباب وجمعناه بالتريتورات، جمعناه كتريتور كممولي الحفلات، كل شيء مجموع الحمد لله في هذا الشهر الكريم. حتى هذا راه انجاز كبير الحمد لله. انا تريتور عندي قاعة افراح تامونت شارع الجيش الملكي، وحنا دابا هاد الناس راه اللي مشينا عندهم فرحوا بينا، وحتى حنا راه فرحنا بهم بزاف، وهذا الميدان خصو يترقى، خصو تكون جافي في بزاف المشاكل اللي سميتو على داكشي تجتمعنا. التوحيد ديال الكلمات، التوحيد ديال الثمانات، التوحيد ديال الاخوه، خصنا نتعاونوا بيناتنا، يعني واحد نكون واحد الاسره في هذا الميدان اللي هي سميتو. وحتى الناس الاخرين تشاركوا معنا، الناس اللي عندهم المصورين والنقافات والسربايه وكل شيء، حنا الحمد لله راه فرحانين بزاف. الله يجزاكم الرحيم. اليوم كما شفتوا معنا حنا كاينين في التنسيقيه الجهويه الفيدراليه المغربيه لممولين الحفلات بجهه سوس مسا، واليوم حنا تجمعنا في هذا اللقاء التواصلي الاول لمهنيين تمويل الحفلات بالجهه، وحنا كشركة أشرف إيفنت جينا اليوم باش نشوفوا الخبرات ونشوفوا الناس اللي جاوا من جميع أنحاء المغرب ونتبادلوا معاهم تجارب، وعلاش لا نطوروا هذا الميدان هذا إن شاء الله ونقنوه. وكما شفتوا معنا اليوم راه كاين التقنين، كما كاين واحد لا كونفونسيون مع لاي اف بي تي باش يبقاو يتخرجوا الناس ويجيو يخدموا في هذا الميدان هذا، واللي ميدان ونزدهروا به من هنا لقدام.